نسبة كبيرة جدا الأسباب وكمان الملاحظ غير النسبة في الفئة العمرية وده الأهم من سن 21 ل 35 سنة. اسمح لي طبعا أحييك على فتح أخطر ملف مجتمع دلوقتي بيهدد الشعب المصري، لأن المشكلة مش في الطلاق. يعني أنا شايفة وارد جدا إن احنا نختلف كأزواج، ولكن ما لا نختلف كآباء، ودي المشكلة الأكبر اللي هي ما بعد الطلاق، وهو التفكك الأسري. والأسرة دايما هي نواة أي دولة أو أي مجتمع. فلو الأسرة كانت متفككة وعندها مشاكل هيكون حال الدولة إزاي؟ الأسباب اختلفت. يمكن الشيخ ذكر نقطة مهمة جدا، إن عندنا المعايير والتربية والثقافة اختلفت. خليني أذكر لك كده الأسباب سريعا بس منظور آخر. أول حاجة الظروف الاقتصادية، مش هقول لك عشان البطالة والحاجة غليت، ده وضع وموجود في كل العالم، ولكن حينما تتحكم فينا العادات والتقاليد الخاطئة في التجهيزات المبالغ فيها ومن الأهالي، متخيل ايه اللي هيحصل؟ تجهيزات العفش والحاجات طبعا طبعا، لان منظومة الجواز تحولت من اتنين بيستقروا عايزين يبنوا اسرة الى ماديات بحتة. هتجيب لي ايه؟ هتعمل لي ايه؟ انت هتجهزي ايه؟ هتجيبي ايه؟ ده رقم واحد. واكتر من مرة عملنا حملات لتقليل طلبات الزواج. خلي بالك دلوقتي اغلب المقبلين على الزواج او اللي عندهم عزوف داخلين مخونين بعض. الشاب بقى عنده توخ، خوف انه هيخش هيخسر شقه عمره وممكن يخلف طفل وما يقدرش يشوفه، وكمان كل حاجه اتاخد منه ممكن كمان يتحبس. بقى في تخوف. هل حضرتك تعرف والساده المشاهدين يعرفوا ان دلوقتي اغلب الجوازات بقوا يستعينوا بمحاميين معاهم عشان يامنوا ايه اللي هيحصل لو اتطلقنا؟ ده وارد وموجود، والناس اللي بتتفرج علينا عارفه ان كلامي صح. وموجود بالفعل، لان ما بقتش منظومه استقرار، بقت منظومه ماده. الجزء الثاني، طب وايه اللي كبيرهم على كده يعني؟ ليه من اولها يعني احنا مخونين؟ طب وليه؟ هقول لحضرتك ليه بقى. ده لاننا للسبب الثاني، ان احنا مش فاهمين يعني ايه ثقافه الزواج عند البنت والولد. لو انت جيت دلوقتي مثلا على جيل الالفينات والتسعينات وسالته هتتجوز ليه؟ اسمع الردود. سنه الحياه، اخلف لي عيل، اهلي شايفين لي عروسه. تعالى قول للبنت او الولد ايه معايير اختيار شريك الحياه، لو عارف يقول لك سبب لا يعشي عن اي شيء. وده بقى يرجعنا لايه؟ احنا عندنا الاجيال الحاليه مظلومه، وتحديدا البنت والمراه المصريه مظلومه. مظلومه تربيه مجتمعيه، لان على حسب ثقافه وتربيه البيت اللي بنسميها الاصول والعادات والتقاليد، يعني ايه راجل ويعني ايه ست. عشان كده نلاحظ ان الطلاق في منظومه الصعيد، وانا لفتها كلها وبشتغل معاهم، والاقاليم يختلف تماما شكله واعداده عن المدن الكبرى، لان هناك العادات والتقاليد والاصول بمعنى صح فكره الكبير المسؤول موجوده. ودايما انا اقول ان احيانا كتير العادات والتقاليد لها سلطه اعلى من سلطه القانون، وده امر صح مش غلط على فكره ان احنا يكون لنا كبير. ليه بقى نرجع البنت والست المصريه مظلومه؟ اولا مظلومه في البيت حسب بقى التربيه اللي تربيتها، فحسب البنت دي خارجه ازاي او الشاب ده خارج ازاي انت هتقابل معاك في العيش. رقم اتنين، احنا مين عندنا المفروض اكبر مظله بترعى حقوق المراه؟ اسمح لي انا اكلمك الكلام ده على مسؤوليتي وانا مسؤول عنه. المجلس القومي للمراه. ماذا فعل المجلس القومي للمراه على مدار ال 12 سنه اللي فاتوا؟ انا الا اعني هذا الرقم. ولا شيء. ولا شيء. طالبنا بالمساواه وهي خاطئه تماما، لان مفيش مساواه ما بين الرجل والمراه، لا نفسيا ولا اجتماعيا ولا دينيا، ولكن يوجد العدل. والكلام ده انا موثقاه بابحاث علميه وسلسله مقالات بتنشر في كل العالم والدول العربيه. انا بقولش كلمه هباء. رقم اتنين، ادي فكره المساواه اللي دخلت علينا غلط. فكره النزعه النديه ما بين الراجل والست اللي بقت متصدره دلوقتي، اللي بقينا نسمع السترونج والاندبندنت وومن، ودي اشكال مغيره علينا اللي هو التقليد او التطبيع الغربي الاعمى. مظبوط. الحياه قائمه بين الزوجين على الاكتمال وليس الكمال. لا راجل يقدر يعيش من غير ست، ولا ست تقدر تعيش من غير راجل، دي سنه الحياه، ولكن في بينهم العدل. ربنا ادى كل واحد ايه اللي ليه وايه اللي عليه. طيب نقف هنا دكتور أشرف. الأرقام، خلينا احنا نروح للأرقام بتقول ايه؟ طيب.